بسم الله بسم الله والحمد لله والله أكبر. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أيوة يعني القحط عبر السنين من يعني ثقيل كما تو الجائحة في الموجة الثانية وربما تتعدى إلى الثالثة. إذا كان كما قلت لكم قبل، قلت لكم إذا كان تعلو مغناني وظن عروسة في التنبيهات على إزاء التنبيهات الإلهية، راهو ربي قادر باش يستعدلكم التضييق، لأنكم أنتم في ضيق إيماني، ما عندكم شيء من الإيمان، ما لا في كما تقولون في إن بوفرتي دي دومين دو لا فوا، ما لا فقراء نهاية الفقر في ميدان الإيمان بالله. الإيمان بالله بالإنسان ما يمشيش، الإيمان بالله يكون مؤسس على تسليم الله، وأنتم قوانينكم كلها ضد قوانين الله أو في معظمها، ولا عندكم أخلاق مع الله لأنكم لا تؤمنون به أو تشركون به أو لا تؤمنون بوحدانيته بطريقة أو بأخرى، لأن يعني المال عنده كذلك شيء من الربوبية فيما يختص بشأنكم. نسأل الله السلامة ولا فايدة، ما تزيدوش تطولوا خاطركم، مش تطولوا في المعصية، ربي يجب أن يبعث عليكم مش ديباريون، مش فيروس يبدل بطاقة التعريف بتاعه، يعطيكم فيروسات ما عادش فيروس واحد يتلاعب يتموج، وحتى أي لقاح ما عادش. خدوا بالكم راكم في معضلة، قلنا لكم الرجوع إلى الله لابد منه، وارجو إلى 13 سنة و14 سنة، وأنا أؤكد على ذلك، ونحن ناخذ معلوماتنا من القرآن والحديث القدسي وكلام رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، ما عندنا شيء آخر. أعلى استعملوا بين ظفرين العلوم، سواء كانت صحيحة أو الأمور العلوم الإنسانية اللي سيرتم، لكن بقدر التفسير فقط، لتسهيل الفهم لكلام الله لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام.